نحن اليوم في معرض الأبحاث العلمية الوطني الخامس للعام 2013، حيث يشارك فيه برنامج التربية الإعلامي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لتدريب الطلاب على ممارسة الإعلام. فلنرى الآن آراء بعض الطلاب والطالبات حول برنامج التربية الإعلامية ومدى استفادتهم من التجربة الصحفية، فهيا بنا لأخذ آرائهم. كوني جونيور ريبورتر طبعا تجربة جديدة وفريدة، تعلمت فيها كتير أشياء، خصوصا أنه لسه مبتدأ ولسه عم أتعلم من الخبرات السابقة. تعلمت كيفية عمل لقاءات صحفية، كيفية عمل المقابلات، كيفية كتابة موضوع صحفي، اختيار موضوع اللي رح نحكي فيه. طبعا هاي بتفيدنا شغل، هاي الأشياء بتفيدنا للمستقبل، بتفيدنا طرق كتير، يعني بتفيدنا بطرق الإقناع، بتفيدنا بطرق بتساعدنا بالمستقبل. كنت حابة هالشيء وايد، خاصة أنه أنا أدرس ميديا وحسيت أنه ميولي في هالشيء. استفدت إن ديت مسؤولية، كل إنسان طبعا لما بيكمل بيوصل مرحلة في العمر طبعا لابد يكون بقى عنده بقى أصبح لمسؤولية. طبعا مسؤوليتي إن أنا دلوقتي أبلغ الناس، أكون يعني مثقف أكتر، لدي معلومات، لدي خبرة، بحاول إن أنا أكون يعني وسيط بين الحدث وبين المشاهد. في البداية كان قلق، خوف، لأن تجربة جديدة، بس الحمد لله كل شيء تغير لما عرفنا نمارس الشيء. هم اللي إن شاء الله يعني راح نعتمد عليهم في نقل الخبر الصحيح والحقيقة إلى الجمهور. أنا صراحة لمست فيهم الجدية، لمست فيهم الرغبة الكبيرة في العمل، وجدت فيهم نفسي. أنا صراحة من يوم كنت كبرهم كنت أحب العمل الإعلامي وصارعت كثيرا لين الحمد لله رب العالمين وصلت ما وصلت له. فبالعكس أنا أشجعهم، الفرصة اليوم اللي عندهم أحسن من الفرصة اللي كانت عندنا. بلا شك دخول الشباب في المجال الإعلامي وخاصة في اللقاءات التلفزيونية المباشرة مجال جدا ممتع ومجال ليس بالسهل، فبالتالي ما شاهدناه اليوم من الشباب يعني حقيقة شيء يثلج الصدر. إعلام في حد ذاته يحتاج إلى تطور كبير ومبادرة كبيرة عشان يتناسب وضع الإعلام العربي مع التطور اللي يحدث في الدول، خاصة دولة قطر. يعني التطور اللي يحدث في دولة قطر تطور جدا كبير على جدا على كل الأصعدة، فإذا الإعلام ما جارى فأكيد بالتالي هو ما بيكون في مستوى نقدر نقول يقدر يبرز هذه الجهود. فبوجود الطلاب الناشئين في الإعلام بموازاة يعني إن الطالب نفسه هو اللي قاعد يعبر عن مستقبله اللي هو بيكونه، فأكيد بيكون هاي طفرة كبيرة في الإعلام. طبعاً هي مشاركة كانت فعالة، يعني الشباب اللي هم الإعلاميين الناشئين كان لهم نشاط واضح في المشاركة في المعرض، يعني كانوا نشيطين، وكانوا في طبعاً بعض المدارس كان هناك بحوث طبعاً قيم شيقة واحد، فما شاء الله الشباب عملوا بعض اللقاءات بعض المدارس، وكانوا نشيطين حتى عملوا أيضا لقاء مع الوزير. فنشكر الشباب الإعلام الناشئ ونشكر مركز الدوحة على تغطيتهم هذا الملتقى. تجربة جديدة مهمة لحياتنا المستقبلية، زادت ثقتي بنفسي، واثقة بنفسك وانت بتتكلمي قدام الناس، كيفية تعاملهم مع الشريحات المختلفة من المجتمع، لباقة في الكلام مع الناس، يطوركم يعني للمستقبل. بيبدأ يوعيكم من سن صغيرة بهاي الخبرات انه اساسا صعب اكتسابها للكبار. شعور رائع. طبعا نشكر لهذه الإدارة انه هيئت هؤلاء الشباب، هذه العناصر الشابة الطيبة لهذا العمل حتى يكون بادرة جيدة لمستقبل. شارك برنامج التربية الإعلامية مع أكثر من 50 مدرسة في رحلته لتوسيع هذا البرنامج في قطر، ونتطلع لرؤية هذا البرنامج في مناهج المدارس القطرية قريبا. محمد عبد الناصر، جورج أبو فيصل، إعلاميا ناشئا في مركز دوحة لحرية الإعلام.